هيجيب لي ليه؟ اخويا ابن عمي مسلم مسيحي عارف ان الفلوس دي رايحه عندي حسين، واثبت واثبتاتي معايا ان انا كل جنيه سلمته لحسين. بس اللي لازم عليه الحلول على 20% جزمته فوق دماغي من فوق. طب خلاص اقعد استنى انا مش هقعد ما تقطعنيش. اللي لازم معاه الحل على 20% اهلا وسهلا بيه وجزمته فوق دماغي، وده ال 20% بناء ان انا هبيع كل ما امتلك حتى البيت، حتى البيت مش عايز جنيه. انا لسه قاعد معاك، اما اقول لك انا كتبت عقد البيت لناس ليها كام؟ 33 مليون جنيه. 33 مليون جنيه قالوا عقد البيت يبقى معانا. قلت لهم اتفضل عقد البيت. انت كتبت لك قد الوقت؟ 16 جرام. انتوا حسابكم كام؟ فلوسكم كلها 4 مليون و900 الف جنيه. كتبت لهم 15 جرام. انا اما حد اللي هيقول بقى على رضا عنده ورضا ما عندوش، انا قلت كل جنيه انا معايا ملزم بيه للناس، للناس، ودي كتابه ربنا وربنا اللي يشهد. انا مش عايزكم انتوا تشهدوا، ربنا اللي يشهد على كلامي وربنا قادر يخلصني. بننزل عليه الحل يا جماعه اهلا وسهلا بيه، عشان خاطر انا الحكومه جايه لي دلوقتي. مش لازم عليه الحل يا جماعه، يبقى يتفضل على بلده ويرفع للصلاه. خلاص بس.